الحمد لله الذي جمعنا من بعد فرقة وشتات. سيد الرئيس، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، هذا هو الشعب السوداني، هذا هو شباب السودان، ها هم ينتظرونك. قد كانوا يرون من على البعد ويسمعون، يرون أنكم قد نهضتم لهذه الأمة ووقفتم في وجه أعدائها، رأوكم وقد كسرتم القيد والحصار عن غزة، رأوكم وأنتم تنتصرون للقدس، وأنتم تقفون في وجه الطغاة في كل الأرض وتقولون لا وألف لا. كنا نحسب أننا هنا لوحدنا، لم نكن نجد رجع الصدى مما كنا نقول، ولكننا وجدنا صدانا في تركيا، وجدنا صدى قيادتنا هنا، عمر البشير رأيناه هناك، أردوغان في تركيا. هذا هو الصف المرصوص. اليوم يغتاظ كل من لا يريد أردوغان. اليوم سيد الرئيس يشعرون هنا في ذلك التاريخ والرجع البعيد. لا تحزن، إن الله معنا وأنتم معنا هنا، نحن صف واحد بهذه المعاني التي قمنا عليها والتي جاهد فيها إخواننا إلى أن نقول الله سبحانه وتعالى. هذه البلاد، هذا الشعب وهؤلاء الشباب قدموا عشرات الألوف من الشهداء في العشر سنوات الأولى من عمر الإنقاذ. هذا شباب قد تربى على الجهاد ولا يهمهم أبدا ماذا تقول الدنيا، هذا شباب تربى على الجهاد ولا يهمه أبدا ماذا تقول الدنيا.